بكم مجددا والى التفاصيل. قرر مركز التسويه وفض المنازعات التابع للجنه الاولمبيه لتاجيل الطعن المقدم من النادي الاهلي ضد اللجنه لرفض النادي تطبيق اللائحه الاسترشاديه الى جلسه الاربعاء الرابع من اكتوبر الجاري. وكان النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر قد تقدم بطلب الى مركز التسويه والتحكيم الرياضي المصري للطعن على قرار الاولمبيه رقم 62 لسنه 2017 باعتبار النظام الاساسي الاسترشادي هو النظام الاساسي للنادي الاهلي. عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم من تونس بعد أن واجه الفريق النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب مع فريق النجم يوم 22 أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وكان الفريق قد قرر البقاء في تونس عقب مباراة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي البطولة حرصا من الجهاز الفني على راحة اللاعبين. عقد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي اجتماعا مع لاعبي الفريق الاول لكره القدم والجهاز الفني بقياده حسام البدري امس الاحد في مقر فندق اقامه الاهلي بسوسه عقب انتهاء مباراه الاهلي والنجم الساحلي بذهاب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وحرص طاهر على الاجتماع باللاعبين والاشاده بالمجهود والذي بذلوه على مدار مباراتي الترجي والنجم الساحلي مطالبا بمزيد من التركيز في الفترة المقبلة لتقديم ما يفيد بوصول الأهلي إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا وتحقيق طموحات الجماهير بحصد اللقب الأفريقي. نتابع في التقرير التالي أبرز تصريحات المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عقب المباراة. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، عقب انتهاء مباراة الذهاب ما بين الأهلي والنجم الساحلي بخسارة النادي الأهلي نتيجة 2-1، هو أكيد لسه شوط أول لكن إن شاء الله لاعبي النادي الأهلي قادرين إن هم يعوضوا في مصر. معايا في هذه اللحظات المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي. باشمهندس يعني هارد لك على النتيجة النهاردة لكن إن شاء الله إحنا قادرين إن إحنا نعوض في مصر. طبعا مفيش شك المباراة كانت قوية جدا في أجواء طبعا جماهيرية شديدة. الجمهور كان ليه دور كويس قوي مع الفرقة، إن شاء الله بنتمنى جمهورنا في مصر زي ما وعدته وزي ما هو معودنا هيقف جنب فرقته، واعتقد ان هي نتيجه من السهل تعوضها. الكوره في ملعبنا دلوقتي، بنبارك للنجم الساحلي قدم مباراه قويه، انما ان شاء الله اعتقد ان احنا قادرين على التعويض والتعويض كويس باذن الله في مصر. حضرة المهندس محمود طاهر لفريق النادي الاهلي سواء في مباراه الترجي او مباراه النجم الساحلي اكيد كان شيء مهم جدا مجلس الاداره وبالتحديد رئيس مجلس الاداره. لا احنا دايما واقفين ورا فرقتنا ودايما بنعمل كل اللي ممكن لتسهيل عملهم وتركيزهم الشديد جدا، وبنوفر لهم كل الامكانيات اللي بيطلبوها، واعتقد ان هم ما بيقصروش. النهارده يعني بعض الاخطاء الصغيره هي اللي ادت الى هذه النتيجه، انما انا بعتقد ان شاء الله في مصر قادرين على التعويض. مباراه العوده مباراه مصريه، هل هيبقى في محاوله لزياده عدد الجماهير؟ زياده عدد الجماهير احنا مقدمين بالتاكيد عاملين طالبين 60,000، وان شاء الله بناخد موافقه الامن عليها اول ما نرجع مصر نشتغل عليها. عندنا وقت، عندنا 3 اسابيع باذن الله هنقدر نظبط الدنيا. هتقول لعيبه النادي الاهلي اول ما نروح له؟ لا هارد لك، ما حدش فيهم اثر، كان هناك بعض الاخطاء طبعا الفنيه دي ما بنتكلمش فيها، انما هطالبهم بمزيد بقى من المجهود ومزيد من الجهد الشديد جدا في مباراه العوده ان شاء الله عشان نقدر نعوض ونتاهل للنهائي باذن الله. شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، اكيد كان لقاء مهم لكن هارد لك لكل جمهور النادي الاهلي خساره النهارده، لكن لسه المشوار ما انتهاش، لسه فريق النادي الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يعوض هذه الهزيمه في مصر، احنا محتاجين هدف ان شاء الله من خلاله نوصل للدور النهائي من هذه البطوله.
أكد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن إدارة النادي تقدمت بطلب رسمي للحصول على موافقة أمنية لحضور أكبر عدد من الجماهير في لقاء الإياب أمام النجم الساحلي يوم 22 أكتوبر الجاري بملعب برج العرب في الإسكندرية. وقال طاهر أنه يتمنى أن تستوعب ساعة ملعب برج العرب بكاملها الحضور الجماهيري للقاء العودة، وأشار إلى أن جماهير النجم كان لها مفعول السحر على أداء فريقها في مباراة الذهاب، ورغم ذلك فإن الأعداد القليلة لجماهير الأهلي والتي حضرت المباراة وتدريبات الفريق في تونس ظهروا بشكل حضاري وكان لهم تأثير كبير على الأهلي في مباراتي الترجي والنجم. وأضاف أن إدارة الأهلي تقدمت بطلب للأمن لإقامة لقاء العودة بحضور 60,000 متفرج طالبا الموافقة على عدد أكبر من هذا الرقم. قال كابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن غياب التوفيق حرم فريقه من تسجيل أكثر من هدف خلال مباراته أمام النجم الساحلي التونسي، مؤكدا أن الهدف الذي سجله صالح جمعة سيساعد الأهلي على التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. نتابع في التقرير التالي أبرز تصريحات حسام البدري في المؤتمر الصحفي عقد المباراة. في إثارة في أدائها وكان في تباين في الأداء ما بين أداء النجم والأهلي في فترات النجم كان أفضل، في فترات الأهلي كان عنده فرص طبعا واضحة جدا لكن ما كانش فيها توفيق. يمكن النجم كان موفق أكتر مننا النهارده في الفرص أو في الأخطاء اللي حصلت، فبالتالي كان فيها توفيق بالنسبة له. يعني جات اهداف احنا ما كناش موفقين برغم ان جات لنا برضه فرص، ويمكن الهدف الاولاني شفنا يعني احنا بنتكلم عن فير بلاي وكده، لكن انا قلت لعيبتي تصرف ما فيهوش خبره، لان حتى ما انت لاعب منك لابد حتى ما تطلع الكوره وانتظروا برضه ان الكوره تتلعب لهم تاني، لكن هذه كرة القدم ساعات بيبقى فيها اخطاء لابد تتعامل مع كل حاجه، يعني يبقى تركيز في كل حاجه وبالذات في المباريات الكبيره ما بتسيبش حاجه للصدفه يعني. فده هو الخطا من لعيبتي، الهدف الاولاني انهم اعتقدوا ان هم طلعوا الكوره ففرقه النجم هتديها لهم، هو المفروض يعني في فير بلاي، لكن انا لومت لعيبتي يعني لان المباراه دي بيبقى وارد فيها الكلام دوت. في نفس الوقت هدرنا فرصه الشوط الاولاني سهله جدا، وبرضه كان في الكوره الثانيه اللي في اخر المباراه ما كانش فيها توفيق، لكن النتيجه لسه زي ما قلت، انا قلت في المؤتمر قبل ما تتلعب المباراه ان نتيجه العوده او مباراه العوده هي اللي هتحسم ان شاء الله النتيجه، وان شاء الله نبقى موفقين هناك باذن الله، لكن المباراه مش هتكون سهله، لكن ان شاء الله هنكون موفقين باذن الله لان التوفيق غاب عننا النهارده. فانا بقول في الاجمال هي مباراتين بتليق باسم الناديين يعني كان فيها اثاره طبعا بحجم الاهلي وبحجم فرقه النجم. اتفضلوا بقى الاسئله. اتفضل. انا مش هنظم الاسئله لو سمحت حد عشان ما حدش يزعل مني يعني، ممكن اخد زي ما انت عاوزين. هي نتيجه معديه. فنم؟ نتيجه معديه. لا انا لما بخسر ما ببقاش اتعودت ان انا ما ببقاش يعني راضي يعني، لكن هي النتيجه طبعا احنا وفقنا ان جبنا هدف بيساعدنا بشكل كبير جدا لكن مش بشكل حاسم، لكن تمنى من المدرب بيخسر. لا كان نفسي اكسب النهارده يعني. السؤال الثاني اتفضل. كابتن حسام خالد عشبيه معلق رياضي، النهارده حضرتك نتيجه الى حد كبير مضمونه لجماهير الكره المصريه، واعتقد انصاف الكره السعوديه خاصه فوز ازارو اللي هو ممكن فعلا تغير نتيجه المباراه تماما، وبالاضافه الى ذلك كابتن حسام التمرين اللي اتعمل في سنه اربع سنين اعتقد المباراه اللي جايه او السنيه في اسكندريه ان شاء الله حضرتك مطمئن نتيجه جدا جدا نقدر نطمن الجمهور. يعني ان شاء الله نبقى موفقين، لكن مفيش حاجه اسمها في كره القدم مطمئنين، لازم ان شاء الله نستعد بشكل كويس، عندنا فرصه كبيره ان شاء الله،
الهدف كان مهم جدا برضه بالنسبه لنا، وكنت اتمنى ان ما يجيش اهداف تاني بعد الهدف اللي احنا جبناه، لكن الهدف هيساعدنا، واتمنى ان شاء الله ان احنا نخدم نفسنا ونستغل النتيجه دي بكل صالحنا. لكن مش عاوز اقول النتيجه مطمئنه قوي، لا مش مطمئنه قوي، لازم نشتغل ان شاء الله، ولا مطمئنه لينا ولا مطمئنه للنجم خالص يعني. اتفضل. كابتن حسام، عايزين نطمن على عبد الله السعيد طبعا، وسيم تاخر المباراه، هل احمد فتحي هيكون المباراه القادمه هيبقى ليه تجربه عامل معايا في التدريب بالنسبه لفريقه؟ لا، بالنسبه لعبد الله لسه ما تحددش صبته، يعني لسه ما تحددش، لكن هي جاله شد في العضله الخلفيه هيتحدد، لكن لسه طبعا تبقى 3 أسابيع على المباراه. نتمنى طبعا، ان عنده برضه منتخب، يعني المنتخب برضه عنده مباراه مهمه جدا بالنسبه لعبد الله، فنتمنى ان شاء الله ان هو يلحق المنتخب ان شاء الله. اتفضل. فتحي هيجيب على المباراه اللي جايه ان شاء الله، فان شاء الله عندنا البديل ان شاء الله، لكن هنخسر لعيب مهم طبعا. اتفضل. كوتش، ما حصل لعيبه كتله بالهندسيه، قمت بالتغييرات من قبل الاخيره قصدت على شريف موسي فنيا على مستوى التشكيله وعلى مستوى التكتيكي، هل يعني كانت تغييرات الان بعد القرار موفقه مجبر يكون فيها او هي مجرد خيارات فكريه؟ هي كل مباراه وليها ظروفها طبعا، يعني كل مباراه وليها ظروفها. ترجي لعبت الفكر، لان كنت متعادل والنهارده ابتديت بفكر تاني، لكن اتعاملت مع المباراه برضه، يعني التغييرات الاهم اللي كانت اثناء المباراه مهمه، لكن كان فكري النهارده برضه ان انا ابتدي باجاي، هو ده التغيير اللي حصل على المباراه اللي فاتت من البداية عن مؤمن زكريا، لأن كنت عاوز برضه أعمل كثافة عددية في العمق، واستغل برضه بعض الأخطاء اللي بتبقى موجودة في فرقة النجم يعني. تقييمك للمنافس اليوم بدل السنة دي، فيما كان في صورة دراسة الأخبارات اليوم، ولا تفهم المجالات والتغييرات؟ لا، أنا تقييمي لفرقة النجم إنها فرقة كبيرة، فرقة عندها إمكانيات كويسة طبعًا، وهم قدموا مباراة كويسة النهاردة. فتقييمي يعني ممكن سؤالك تقول انت قبل المباراه كنت مقيم بشكل، لا، احنا احترمنا النجم جدا، والنجم فريق عنده ايجابيات وعنده سلبيات، لكن فريق مميز يعني. شكرا. اي اسئله ثانيه؟ شكرا. شكرا. قبل العودة للأخبار من جديد، حصل وليد أزار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على إذن من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق بالسفر إلى المغرب لزيارة أسرته عقب انتهاء مباراة الأهلي والنجم الساحلي والتي أقيمت أمس في مدينة سوسة التونسية. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن أزار توجه من تونس إلى المغرب مباشرة بعد الحصول على إذن الجهاز الفني على أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم 5 أكتوبر الجاري للانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية. قرر أنيس الشعلالي مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البقاء في تونس لقضاء الإجازة مع أسرته بعدما منح الجهاز الفني إجازة للاعبين من التدريبات. وحصل الشعلالي على إذن المدير الفني للفريق حسام البدري بقضاء إجازة 48 ساعة والتي منحها الجهاز الفني للاعبين في تونس على أن يعود إلى القاهرة يوم 4 أكتوبر الجاري. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن حالة الثنائي حسام عاشور وأحمد الشيخ في تحسن مستمر، وأنهما سينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق خلال 5 أيام. وأوضح عبد الحفيظ أن عاشور والشيخ يؤديان فقرات برنامج التأهيل بشكل متواصل للتخلص من الإصابة والتي أبعدتهما عن مباراة الفريق الأخيرة أمام النجم الساحلي في ذهاب دور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا.
وغاب عاشور بسبب إصابته بجزع في أربطة الركبة، فيما كان الشيخ قد اشتكى من تقلصات في عضلات الظهر خلال الأيام الماضية. انضم علي معلول ظهير رئيس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمعسكر المنتخب التونسي عقب مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي في ذهاب دور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا. وانضم اللاعب لمعسكر منتخب بلاده والذي يستعد لمواجهة غينيا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا على أن يعود لتدريبات الفريق بعد انتهاء المعسكر. شدد الفرنسي هوبر فيلاد المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي على صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي في إياب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم فوز فريقه 2-1 في لقاء الذهاب أمس الأحد بالملعب الأولمبي في سوسة. وقال فيلاد عقب المباراة لقاء الإياب على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية يوم 22 أكتوبر الجاري بعد الشوط الثاني لمباراة تحدد صاحب بطاقة التأهل النهائي لبطولة القارية. وأضاف الأهلي فريق كبير ومواجهته والفوز عليه اليوم بمثابة إشادة لكل لاعب من النجم شارك بالمباراة، مؤكدا أن الفريق التونسي امتلك السيطرة طوال الشوطين والهدف الذي أصاب مرمانا من خطأ دفاعي وهو أمر وارد في كرة القدم، لكنه يعتبر عقبة كبيرة للفريق عند خوض لقاء الإياب. أشاد نبيل حبشي سفير مصر في تونس بالمجهود الكبير والذي قامت به السلطات التونسية وأجهزة الأمن لتوفير الحماية لبعثة النادي الأهلي والجماهير والحضور في المقصورة الرئيسية في ملعب مباراة النجم الساحلي التونسي بسوسة. ووجه حبشي عقب انتهاء مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الشكر للأمن التونسي والمسؤولين عن تنظيم مباراة اليوم وتوفيرهم الحماية للبعثة والجمهور قبل وأثناء مباراة الأمس وتنظيم خروجهم عقب المباراة بأمان رغم الحماس الشديد لجماهير النجم الساحلي التونسي في سوسة. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق سيستأنف تدريباته الجماعية بداية من 5 مساء الأربعاء المقبل بعد حصول اللاعبين على راحة عقب خوض مباراة النجم الساحلي في ذهاب دور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا. وأشار إلى أن الجهاز الفني فضل منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة للحصول على قدر كاف من الراحة تمهيدا لاستئناف التدريبات. وإلى أخبار منتخبنا الوطني، حيث أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن رباعي المحترفين أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه وسام مرسي وكريم حافظ بالإضافة إلى أحمد الشناوي لاعب الزمالك سينضمون إلى معسكر المنتخب في برج العرب اليوم استعدادا لمواجهة الكونغو في تصفيات المونديال. وأضاف لهيطة في المؤتمر الصحفي والذي عقد على خلفية استعدادات المنتخب للمباراة أن محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال
وعمرو جابر لاعب بازل السويسري سينضمون إلى المعسكر غدا الثلاثاء وسيشاركون في الميران. أكد الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي يتعرض لضغوط كبيرة في ناديه بسبب المنافسة الشرسة، خاصة وأن المشاركة في الدوري الإنجليزي صعبة للغاية. وأوضح كوبر خلال المؤتمر الصحفي أنه سيعقد اجتماع مع اللاعب للوقوف على حقيقة الضغوط خلال المعسكر الحالي، مضيفا أن صلاح يمتلك مقومات جيدة ونسعى إلى إعداده بشكل يحقق أهداف الفراعنة. وكشف المدير الفني أنه من الوارد أن يشرك ثلاث مهاجمين مع بداية مباراة المنتخب أمام الكونغو، خاصة وأن الخطة لم تتضح حتى الآن في ظل الغيابات الكبيرة والتي يتعرض لها المنتخب. حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي على التواجد في معسكر المنتخب وإجراء الكشف الطبي، حيث يعاني من تمزق في العضلة الضامة. وتأكد خروج كهربا من معسكر الكونغو بسبب الإصابة وصعوبة لحاقه بالمباراة والمقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. من جانبه أكد كوبر أن كهربا لاعب الأهلي جدة السعودي سيؤثر غيابه على المنتخب، مؤكدا أنه سيبحث عن بديل لعبد الله السعيد وحسام عاشور لاعبي الأهلي للانضمام للمنتخب. قرر الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني ضم ثلاث عناصر جديدة لمجموعة اللاعبين الحاليين المختارين لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراة الكونغو في التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2018، وهو مؤمن زكريا لاعب الأهلي، محمد فتحي لاعب الإسماعيلي، وحسام حسن لاعب سوق. جاء قرار كوبر بعد إصابة بعض اللاعبين خلال مشاركتهم مع أنديتهم المختلفة. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث استبعد خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب الأرجنتين غونزالو هيغوايان لاعب اليوفنتوس الإيطالي من قائمة المنتخب والتي تستعد لخوض المباراتين المتبقيتين أمام بيرو والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. كما يغيب سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي عن قائمة منتخب بلاده بسبب تعرضه لحادث سير في هولندا أدى لإصابته بكسر في الضلوع.
تكشف التقارير صحفية تركية أن إيمانويل إيدوي نجم منتخب كوديفوار السابق والذي يلعب حاليا لفريق أوكاجي لمصال القبرصي يقترب من إنهاء مسيرته الكروية بعد إصابته بمرض الإيدز. وأوضحت صحيفة فاناتيك التركية أن النجم الإيفواري صاحب 34 عام أصيب بمرض الإيدز وتم اكتشافه خلال إجراء فحوصات طبية. وقال تيكن فرنسي المدير الرياضي للنادي القبرصي أن إصابة إيبوي تعد كارثة بكل تأكيد وسيتم نقل اللاعب إلى لندن لمتابعة حالته الصحية. أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت تخفيض أسعار تذاكر مباراة المنتخب الأوغندي أمام المنتخب الغاني والتي تقام السبت المقبل في الجولة قبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018. كما قرر الاتحاد طرح التذاكر في 13 منفذ من أجل تيسير عملية بيع التذاكر للجمهور تحفيزا لهم من أجل حضور المباراة المرتقبة. هذا وسيخوض منتخب أوغندا مباراة ودية أمام مدغشقر الأربعاء المقبل كبروفة أخيرة قبل مواجهة النجوم السوداء في كامبالا. وستفتح بالمجال للجماهير والتي قامت بشراء تذاكر مباراة غانا. يحتل منتخبنا الوطني صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط ثم أوغندا ب7 نقاط وغانا ب5 نقاط وأخيرا الكونغو بنقطة واحدة. ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الأسباني ذهب لغرفة ملابس اللاعبين قبل مباراة الفريق أمام لاس بالماس أمس بعد رفض طلب النادي بتأجيل المباراة. وأوضحت الصحيفة أن بارتوميو تحدث مع اللاعبين حول الأجواء المشحونة المحيطة باللقاء والناتجة عن استفتاء انفصال إقليم كاتالونيا. وتابعت الصحيفة أن جيرارد بيكي مدافع الفريق تحدث عن الأمر بعد المباراة ووصفه بأنه أسوأ يوم في مسيرته الكروية مما يشير إلى أنه كان من بين اللاعبين المعترضين على خوض اللقاء. وكان جيرارد بيكي مدافع برشلونة وتشافي هيرنانديز وكارلس بابلو من أكثر المؤيدين للاستقلال. أعلن نادي لال الفرنسي عن أن جميع أنصاره والذين نقلوا للمستشفى إثر إصابتهم جراء انهيار حاجز داخل أحد المدرجات خلال مباراة الفريق مع مضيفه أميان أول أمس السبت خرجوا بعد الحصول على إذن من الأطباء. وقال نادي لال مساء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أخبار جيدة جميع جماهير لال والذين عانوا من إصابات خلال المباراة خرجوا من المستشفى، قلوبنا معهم وبذلك قد تأكد أن المصابين 29 ضحايا الحادث لا يعانون من إصابات خطيرة. وألغيت مباراة لال أمام مضيفه أميان يوم السبت الماضي بعد تدافع العديد من أنصار الفريق الزائر داخل أحد المدرجات ما تسبب في انهيار أحد الحواجز وسقوط العشرات إلى داخل الملعب. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية.
والبداية من بوابة الأهرام، الأهلي يطالب الأمن بحضور 60,000 متفرج في مباراة العودة أمام النجم الساحلي. ومن الأخبار، الأهلي راح يومين من التدريبات. من الجمهورية، الفرسان يودعون سوسة إلى معسكر الفراعنة. ومن المصري اليوم، طاهر أبو زيد: التحكيم الأفريقي يحتاج إلى وقفة من جانب الأهلي. من الشروق، الأهلي يعود بأقل الخسائر من ملعب سوسة. ومن يلا كورة، الأهلي يعلن إصابة السعيد بمسق في الخلفية. في الجول، الأهلي يرفض الطعن على بطاقة أحمد فتحي أمام النجم. ومن دوت مصر، دفعة معنوية للأهلي من كاف بعد الخسارة أمام النجم الساحلي. من كرة، البدري: الأهلي افتقد الحسم أمام النجم الساحلي. ومن يورو سبورت عربية، الأهلي يعود للقاهرة بدون الثنائي الدولي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.